أن نطالب المنظمات العاملة في اليمن دولية كانت أو محلية أن تمارس وتطبق الشفافية بحيث تنشر تقاريرها المالية والفنية المدققة بحيث يتمكن اليمنيون من معرفة مصير المساعدات التي تقدم إليهم. المانحين وخصوصا السعودية والإمارات وبقية المانحين الدوليين قمنا عبر الحملات بعمل تتبع لإجمالي هذه الأموال والتي تجاوزت حتى اليوم 28 مليار دولار، وبالتالي كان من حق اليمنيين، أو هذه كانت أهم مطالب الحملة، أن يعرفوا أين ذهبت كل هذه المليارات. وبالفعل تم التواصل مع المنظمات الأممية وتم تحديد كل منظمة كم استلمت بالضبط ومقابل ماذا، وطالبنا المنظمات أن تنشر تقاريرها المالية لكل مشروع على حاجة بحيث توضح ما هو أو أين هو مصير هذه الأموال. ولكن ما حصل أن المنظمات الأممية وبقية المنظمات الدولية العاملة في اليمن وشركاء المحليين إلا باستثناء منظمات قليلة جدا رفضوا رفضا قاطعا توضيح مصير هذه الأموال، ورفضوا تطبيق الشفافية ونشر التقارير المالية بالرغم أنهم يقوموا بذلك في كل فروعهم في المنتشرة حول العالم، ولكن عندما وصلوا لليمن رفضوا أن يطبقوا الشفافية ورفضوا أن يشوفوا التقارير المالية، وبالتالي هذا خلق تساؤل كبير لدى اليمنيين عن مصير هذه الأموال، ولماذا لا تفصح المنظمات، ولماذا ما هو بالضبط. بعد ذلك طبعا تواردت الأحداث وتواردت المعلومات عن فساد مستشري، عن ضعف في استيعاب أولويات الاحتياجات الإنسانية، وضعف في نوعية المشاريع المقدمة التي يتم عبرها استهلاك ميزانية ضخمة بدون عائد حقيقي على المجتمع، وهناك كذلك ضعف حقيقي في معرفة نتائج أو عوائد الأنشطة التي قامت بها المنظمات منذ 2015. نعم. وحتى الآن يعني لا يقل أن يتم استثمار المليارات مثلا في القطاع الصحي، ونجد القطاع الصحي غير قادر على تلبية أبسط احتياجات المواطنين، طيب. كل المليارات تم ضخها إلى هذا القطاع. طيب. وبالتالي المنظمات الأممية تقوم بعملية فساد كاملة متكاملة، وتتماهى وتتعاون مع ميليشيا الحوثي. نعم. وأنا هنا أتهم منظمات الأمم المتحدة بالتعاون والتماهي مع ميليشيا الحوثي، وأن ولعبها دور مهم في تمويل الميليشيا وتغذية الحرب.